السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في قناتكم أنا المحترف. قبل بدء في هذا الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا إن شاء الله. لحماية حسابك الواي فاي من المتطفلين وجب عليك ليس فقط الحماية بكلمة المرور، بل يجب عليك إخفاء حتى شبكة الواي فاي بشكل نهائي. هذا ما سنقوم بشرحه في هذا الفيديو، وذلك بخطوات سهلة وبسيطة ولا تأخذ منك الوقت الكثير. وهذه الطريقة يمكنك تطبيقها على جهاز دي لينك، ليس فقط على جهاز دي لينك وإنما حتى على أجهزة أخرى التي تملك نفس الإعدادات مع اختلافات بسيطة في المظهر والتسميات. إذا إخواني أخواتي، أول خطوة ستقومون بها هو كتابة الاي بي للراوتر الخاص بك، أي كتابة عنوان الراوتر الخاص بك الذي يكون مكتوب على ظهر الراوتر، والذي غالبا يكون هو 192.168.1.1. ثم تقوم بالدخول، بعد ذلك تضغط على هذا الخيار الأول، بعد ذلك تضغط على هذا الخيار، ستظهر لك هذه الواجهة. هنا يجب عليك أن تقوم بتسجيل الدخول. إذا لم تكن قد قمت بتغيير من قبل اليوزر نيم والباسورد، في الوضع الافتراضي يكون في اليوزر نيم ادمين وباسورد يكون ادمين كذلك، ثم اضغط هنا. بعد ذلك ستظهر لك هذه الواجهة. مباشرة ستقوم بالضغط على او بالذهاب الى ويرلس، ثم تقوم بالذهاب إلى ويرلس بازيك وتقوم بالضغط عليها. ستظهر لك هذه الواجهة. كما تلاحظون هنا ستجدون اسم الواي فاي الخاص بي، وهنا ستجد فيزايد، أي أنه مرئي، ستجد هنا مرئي. إذا أردت أن تقوم بجعله غير مرئي ستقوم بتفعيل هذا الخيار، ستقوم بتفعيل Invisible بهذه الطريقة. وهنا يمكنك تغيير اسم الراوتر الخاص بك، قم من الأفضل أن تقوم بتغيير الاسم، مثلا سأكتب أنا المحترف، أنا المحترف، ثم أضغط على أبلاي. مباشرة سيتم الخروج من جميع الأجهزة، سيتم الخروج من الحاسوب والأجهزة الأخرى كأجهزة الهواتف النقالة، ويجب عليك تسجيل الدخول من جديد عن طريق كتابة اليوزر نيم، عفوا نيم أي اسم الراوتر الخاص بك، وأيضا أن تقوم بإدخال كلمة السر. كما تلاحظون هنا تم الخروج من الواي فاي الخاص بي. لتسجيل الدخول تأتي إلى هنا، ثم بعد ذلك ستقوم بالنزول إلى الأسفل وستجد مباشرة أنه يوجد هنا غيزون ماسكي، أي أن هناك شبكة مخفية، سأضغط عليها ثم أضغط على سو كونيكتي. مباشرة قم بإدخال كلمة أنا المحترف، أي اسم الراوتر الخاص بي، ثم أضغط على سويفون، وهنا القن السري، تقوم بإدخال هنا القن السري مود باس، ثم سويفون، ثم وي، ومباشرة سيتم تفعيل الواي فاي الخاص بي. كما تلاحظون الوضع الآن كونيكتي كما تشاهدون. إذا بهذه الطريقة إخواني أخواتي تقومون بإخفاء شبكة الواي فاي، طريقة سهلة وبسيطة. أتمنى أن أكون قد أزلت اللبس عن هذا الموضوع. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.